السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد معايا في قناتي وقناتكم ليلى شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم المسمن بطريقه سهله بلا دليك. من اليوم ان شاء الله ما غتبقاوش تعكزوا عليه، توجدوه في الصباح للفطور، في العشيه للكوتي، لضيوف الغفله، في اي وقت ان شاء الله. تابعوا معايا المقادير الطريقه في نفس الوقت ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، أنا عندي هنا زلافة ديال الفينو، تقدروا تعوضوه بالسميدة رقيقة، زلافة اللي كتوازي جوج كيسان د العنبة. نفس الإناء اللي عبرت به كنعبر به جوج ديال الماء، يعني زلافة ديال الفينو جوج زلايف د الماء، أو زلافة ديال السميدة جوج زلايف ديال الماء. الملحة ربع ملعقة صغيرة ديال السكر، تعوضوه بالعسل، والقليل من الخميرة. كنطرب كل شيء مزيان في الطراب الكهربائي، هذه هي المرحلة نتاع الدليك، هو ديك الطراب اللي كنطربوه في المولينكس. من بعد ما كنطربو مزيان كنخويوه في الإناء اللي أنا غادي نعجن فيه، وكنضيف الدقيق الناعم شوية بشوية، وأنا كنخلط حتى كنحصل على عجينة متماسكة، ما كنضيفش الدقيق كامل دقة واحدة، كنضيف شوية بشوية وأنا كنجمع العجينة تكون مرخوفة. ضروري ما كنخليو العجينة شوية مرخوفة في الأول، لأنه كتشرب الدقيق، كيشرب الماء وكيولي العجينة كترجع قاسحة، فلهذا من الأول خصها تكون مرخوفة شوية. هنا كنضيف شوية بشوية باش غادي نجمع العجينة. لاحظوا معايا القوام ديال العجينة كيفاش كيتلصق، هكا كنخليها مرخوفة وكتلصق في اليدين صافي، وانا هكا كنجمع الى حتى كتبدا العجينه كتشرب الماء وكتنشف شويه، كنخليها على جنب واحد جوج دقائق على من نوجد المقادير اللي غادي نحتاج. هنا غادي ناخذ الزبده، اي نوع ديال الزبده اللي نتوما كتفضلوه، كناخذ شويه كنوضعوه في واحد زليفه. هنا عندي السميده او الفينو اللي غنورق به، كنوضع واحد صاشي ديال خمارة من فئة 8 غرام او شوية ديال المايزينا، وكنخلط مع داك الفينو او السميدة اللي غنورق بها. بالنسبة للزبدة غنضيف شوية ديال الزيت، لكم الاختيار ديروا زيت العود او زيت المائدة، وكنخدمها بلا اصابع هكا غير شوية باش كتنسجم وكترجع على شكل بوماد، ما غاديش ندوبها باش منين نكون كنورق ما تسيحش. هنا كناخذ العجينه وكنقسمها كويرات، كنقسمها كويرات القياس اللي انا بغيت. ها نتوما لاحظوا القوام ديال العجينه كيفاش ما دلكتهاش، ولاحظوا القوام ديالها كيفاش داير. من بعد ما كنقسم العجينه كامله كنبدا نبسط من اول كره بديت في الاول، كنبسطها مزيان على سطح العمل. من الافضل انكم ديروا غير هكذا على البوطاجي، ما ديروش في القصعة باش تورقوها مزيان تلقوها. كناخد داك الزبدة اللي درت في الاول، انا علاش قلت لكم ما تدوبوهاش، من الاحسن هكا باش كتاخدوا القياس اللي نتوما بغيتو كتحكموا فيها، ما كتكونش بحال الزيت جارية كتبقى تسيح. كناخد شوية ديال السميده او الفينو اللي انا خلطته من قبل مع الخماره، هذا هو اللي كيخليها تجي مورقه من الداخل، داك التبسط اللي كنبسطوها مزيان حتى كيبان سطح العمل، وكذلك ملي كنرشوها بداك السميده ولا الفينو. ما ديروش غير الدقيق الناعم، هو اللي ما تورقوش به باش ما كتجيش معجنه. والطريقة ديال اللف كتبقى اختيارية، ديروها مربعة ولا ديروها دايرة كيف ما بغيتو نتوما. الطريقة باش تجيكم بحال شكل الرزيزة، هاد الطريقة هادي كتجي زوينة وكيجيو على شكل مسمنات مدورين، وفي نفس الوقت بحال شكل الرزيزة. دائما الاستعانة بالزبدة والدقيق او لا السميدة. كنطوي واحد طوية واحدة اخرى هكا، وما ما تخافوش منها الا جاتكم معوجه، ما تحتاجوش انكم تخافوا منها، راه كتحكموا فيها ملي كتبغيو تقرصوها وديروها في الطاجين في المقله.
بغيتو تخليوها ترتاح هنا ملي كديروا لها هكا كتخليوها ترتاح واحد شويه وتزيدوا وحده اخرى يعني وتخليوها هذه على جنب ترتاح. ممكن انا ما غاديش نخليها ترتاح، غادي نبسطها ديريكت باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتوما الا شفتوها ما مرخوفاش كتخليوها شويه هنا كنبدا نجمعها، يعني الصوره كتشرح نفسها. لاحظوا ملي كنجمعها هكا ما كنزيرش، الا زيرتوه ما كتجيش مورقه. ملي تكونوا كدوروها هكا كتلفوها كتجمعوها على شكل رزيزه هكا ما تبقاوش تزيروا، خليوها مرخوفه. هاد الجب هذا كنرقو وكنجمع بها، واخا تقطع معليش، انا قلت لكم راه كتحكموا فيها منين تبغيو تقرصوها وديروها في المقله. كنخليها كنشكل العجينه كامله وكنخليها على جنب حتى كنسالي الكميه كامله، وعاد كنبدا نخبز اول وحده صوبت. ملي كنسالي الكميه كامله كنرجع لهذيك الاولى اللي صوبتها هي اللي كنبدا بها وكنخبزها. ها نتوما كما قلت لكم كتحكموا في التقراص القوام ديالها باش تجي مسقده، منين كنبغيو نقرصوها ونخبزو تما كنتحكموا فيها. المقله كتكون على عافيه في الاول، كنجهدوا شويه البوطه، من بعد ملي كنوضعوها كنقصوا لها شويه. وبالنسبه للطاجين كيبقى الا كان خفيف كتنقصوا البوطه، كان ثقيل انا عندي هنا هاد المقله هذه من القدامين ثقيله، يعني واخا كتجهدوا البوطه المقله كتكون ثقيله كتكون مزيانه. الا كانت مقله عاديه خفيفه كنقصوا العافيه. الا كنتو غتحتفظوا بهم في الثلاجه من الافضل انكم ما طيبوهمش ما تحمروهمش بزاف. هادو اللي مدورين دائما الاستعانه في التقراص، منين نحطوها كنبداو نقرصو من الوسط هو الاول. اول ما كطيب ضروري من هاد العمليه هادي كن بهاد الطريقه، يعني الفيديو كيشرح نفسه باش كتحل المسمنه وكتجيكم هكا مورقه. طريقة سهلة بسيطة جدا وما فيهاش تمارة. لاحظوا كيفاش كيجي مورق، دي باقا سخونة. في الحقيقه كيعجبنا المسمن ولكن كنعكزوا عليه بداك الدليك والعجينه والوقوف، ولكن بهذه الطريقه هذه اكيد اكيد ان شاء الله ما نبقاش نعكزوا عليه. طريقه زوينه وسهله واقتصاديه لا في الوقت ولا تماره. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يعجبكم، وتلقاو في وصفه جديده وفيديو جديد مره اخرى.